Ma ti sembra di conoscere? قام رجل مزارع من المجر بصنع دراجة نارية. ما يميز هذه الدراجة هو أنها مصنوعة بالكامل تقريبا من الخشب. إلى التفاصيل. المجر ستيفان بوشكاش في 52 من عمره في قمة النشاط والحيوية، عاشق للدراجات النارية. أمضى السنتين الأخيرتين في صنع واحدة من الخشب. هذه الدراجة النارية صنعت كليا تقريبا من الخشب وتعمل بمحرك سيارة صغيرة بقوة 27 حصانا. لم يكن واضحا ما إذا كان خبير الآلات الزراعية ستيفان قادرا على شراء دراجة نارية عادية، أم أنه أراد التميز من خلال صنع واحدة فريدة من نوعها من الخشب المقاوم للطقس، ما لفت الأنظار إليه عندما كشف النقاب عنها. محرك هذه الدراجة هو هدية من أحد الأصدقاء الأعزاء، وكان هذا بمثابة فكرة صناعة الدراجة. الخشب ليس المادة الوحيدة الغريبة المستخدمة في صنع الدراجة النارية هاته، فبدلا من الفولاذ المطلي بالكروم فإن مقود الدراجة وأنابيب العادم مصنوعة من قرون البقر، كما استخدم ستيفان قرون الغزلان للديكور. قضى جميع أوقات فراغه في ورشته يصنع أجزاء الدراجة الخشبية قطعة تلو الأخرى. أكثر ما يثير الدهشة في الدراجة أنها تعمل بشكل جيد، إذ استخدم محرك سيارة فيات صغيرة صنعت في بولندا بموجب ترخيص من شركة صناعة السيارات الإيطالية، يتم تغذيته بالغاز من برميل خشبي صغير، وهو ما يعتبر بمثابة خزان للغاز. نعم، إنها الحاجة أم الاختراع كما يقال. معتز عبد العزيز، أمينة السريري، روسيا اليوم. We're gonna make it.